هنا سور الصين العظيم، احد عجائب الدنيا السبع هنا في تشاينا بكين. وصلت سور الصين العظيم. طبعا هذا مكتب التذاكر وهذا سنتر مكان التجمع للانطلاق الى بدايه سور الصين العظيم. طبعا سور الصين العظيم طويل جدا وفي معلومات كثيره راح اقدمها ان شاء الله خلال الفيديو هذا، لكن توي واصل. انا كنت في بكين عشان اتنقل للمكان هذا، ركبت باص مرتين او ثلاث، وبعدين ركبت لسير لان احد المترات اللي توصل هنا مقفل اليوم بحكم من الامطار، و احتمال يكون في فيضانات على الاخبار اللي سمعناها يعني. سعر التذكره 60 رمبي تقريبا، حول 30 او 31 ريال الكبير، وعندهم زي الزحليقه الصيفيه ما سالت عنها، وعندهم ايضا تلفريك اذا تبغى تطلع ايضا ما سالت عنها، لان يهمني فقط زياره سور الصين العظيم. احنا هنا لاحظوا عشان طبعا في مسار يروح لبعض البيوت هنا، وفي مسار تمشي هنا الين تصل السوق. رحله البحث عن سكن، صراحه الموضوع متعب لانه طلوع كبرت جوجل ماب مع انه ما يشتغل الفي بي ان، اقرب فنادق فقاعد اروحها. ليش؟ اني جربت سابقا بالتطبيقات للاسف لوكيشنها غلط، مع انهم يخصمون مبلغ من الفيزا، واروح ما القى على الخريطه لا جوجل ماب ولا خرائط الايفون ولا اكثر من خريطه. طبعا هذا سكن عادي جيست هاوس، طبعا فيها كل احتياجاتي، فيها سرير، دوره مياه خاصه، تكييف، تلفزيون، علاقه، غلايه. أخذتها تقريبا باليوم 155 ريال مع الفطور. طبعا هذا أول سكن لقيته على طول وافقت عليه مباشرة. طبعا ولدهم هو اللي يساعد. جود أوكي يس نيهاو. طبعا أتوقع نيهاو مرحبا أو كيف الحال أو حاجة زي كذا، لأنه كل ما دخلوا قالوا نيهاو فحفظنا هذه نيهاو. شريت هذه تقريبا ب 20 رمبي، طبعا بعد المكاسرة كثير من المحلات أخذتها تقريبا ب 10 ريال، محلات كثيرة جدا. طبعا أخذت جولة المسائية وراجع الفندق بس. هنا تقدر تكاسل لانه يرفعوا الاسعار هذه، قالوا لي 120 واخذتها في الاخير ب 20، يعني حاول انك تكاسر ثم تكاسر شي. صاحب البيت طلع يقدم التذاكر، عنده التذكره العاديه في المكتب 60 واعطاني اياها ب 40. هذا مكتب التذاكر، طبعا صاحب البيت قاعد يقص لنا التذاكر. هذا مكان لصعود التلفريك، والمشي من هنا المشي متعب. قيمة التذاكر الذهاب وعودة 140، ذهاب فقط 100. قوية بالضبط. وأخيرا وصلنا أحد عجائب الدنيا السبع. لو تلاحظون هذا هو السور، يعني ممكن التلفيك يختصر عليك وقت الطلوع الجبل ذا كله فعلا. طبعا وفي الزحليق إذا تبغى تطلع بالتلفريك وتنزل بالزحليق، بس والله ما أدري كم سعرها. شوف الزحليقة كيف تنزل نزول سريع، يعني خلوها لعبة يعني في النزول. وأخيرا وصلنا سور الصين العظيم بعد انتظار يومين وتنقل، ولله الحمد وصلنا بخير وسلامة. طبعا السور كبير جدا وبنعطيكم معلومات كثيرة حول هذا السور، معنا موجودة في جوجل، وأغلب الرحالين ومسافرين اللي زاروا المنطقة أعطوكم نفس المعلومات، لكن نعيد ونكرر لعل أجيب معلومة جديدة. السور طبعا طويل جدا، وراح نحاول قدر المستطاع نمشي فيه اقل حاجه 2 كيلو عشان نعطيكم بعض التفاصيل. طول هذا السور تقريبا 21000 كيلو، يعني مساحه مهوله جدا جدا، لكن المتبقي منه تقريبا 7000 كيلو او 8000 كيلو. يعتبر سور الصين العظيم من اهم الاماكن التاريخيه التراثيه في العالم، صنفوه عام 2007 من احد عجائب الدنيا السبع، ويستاهل بقوه وكفو. أضيف سور الصين العظيم إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1987، يعني بعد ميلادي بأربع سنوات. يعتبر مشروع بناء سور الصين العظيم مشروع دفاعي عسكري لحماية الصين
من هجمات المغول والبرابرة ذاك الوقت تقريبا قبل 2000 سنة. الله الدرج لو جاء مطر يزلق الربع ومتعب جدا. سور مبني من الحيطان، حيطة يمين على قولتهم حيطة يسار وبينهم ممرات، وفي أبراج مراقبة وأبراج للإنذارات وكذلك سكن للجنود هذاك الوقت. هذه أبراج مراقبة وأحيانا تكون ثكنات أو أماكن للسكن، طبعا يقولوا لها ثكن. ندخل أحد هذه الأبراج. طبعا البناء سميك لأن يجي فترة شتاء وبرد قارس. يعني شوفوا يدي كيف. 1 2 3 4 5 6 تقريبا 6. تهوية جميلة جدا يعني ما تحس بحر يعني. كلها مراقبة يمين ويسار. طبعا يسيطر على هذا النظام الدفاعي يعني جيش كامل متكامل، يعني في كل مربع في عسكري وإدارة وزي كذا بينهم تنظيم، يعني لأنك تتكلم عن مساحات كبيرة جدا 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 وما كان في وسيلة تواصل إلا عن طريق الأبراج هذه من برج لبرج لبرج برج، يعطون بعض الإشارات عشان يصل للبرج الأخير وهكذا. يمر هذا السور بالكثير من التضاريس، جبال، أودية، جرف، حتى يمر بالصحراء، ويعني في كل منطقة لها فكرة مختلفة في البناء، يعني أحيانا بالطوب، أحيانا بالحصى، أحيانا بالصخور، أحيانا بالطين وهكذا يعني. والجميل إن في هذا السور أماكن لتصريف مياه الأمطار زي هذه. هذه أماكن تصريف مياه الأمطار، شوفوا كيف جاي في انحدار ينزل عبر ممرات إلى بطون الأودية. كيف الأجواء أبو خليل؟ والله العظيم رطوبة، ما في حر لكن رطوبة، يعني تحس وجهك يعرق وجسمك كله يعرق، لكن هالتجربة تستاهل والله. طبعا في طلوع وفي نزول، شيء اكيد في جهد، الموضوع ما هو سهل. وعن من سابع المستحيلات انك تقدر تقطع او تمشي سور الصين العظيم كله، يعني تكلم اللي موجود حاليا 7000 كيلو، والله لو انك نشيط وبعافية مستحيل جدا جدا، لانه يمر اصلا بتضاريس كثيرة جدا، وبعضه يعني غير قائم وبعضه مهدوم وبعضه ما هو مكان سياحي وهكذا. تتكلم يمر بالكثير من المدن والكثير من التضاريس المختلفة هنا في الصين. نياو الموضوع متعب لكن والله يا ربع انه يستاهل. حنتكلم عن الاف الزوار، والله بعضهم اطفال يعني ومع ذلك مستمتعين، بعضهم كبار في السن وما شاء الله، لكن هم هنا عندهم ثقافه المشي عادي، احنا يمكن عندنا ثقافه المشي قليله جدا، ما نمشي الا في السفر، واذا سوينا رياضه كاننا سوينا انجاز هناك. هذا السور يبغى لك تمقط ورايح جاي وتشاهد عجائب خلق الله سبحانه وتعالى في الطبيعة وكذلك قوة البشر في هذاك الوقت. يعني طبعا المكان هذا ما بناه شخص ولا شخصين ولا في يوم ولا يومين، 2000 سنة وبنوه ملايين الأشخاص، يعني ناس ماتوا وراحوا ويجون بعدهم ناس ويغيرون البناء من، طبعا بعض يسقط بعض يتأثر من الأمطار وهكذا ويبدون يرممونه من مكان لمكان وهكذا، وبرضه جاء حاكم وراح حاكم وجاء حاكم وراح حاكم، كل حاكم له فكرة ويبدون يطورون في هذه الأمور. يعني المكان يحتاج الكثير من الوقت اللي التأمل فيه يعني، ومشاهدة عظمة الله سبحانه وتعالى في الطبيعة اللي حوله وكذلك تعجب من قوة خلق الله سبحانه وتعالى والبشر في ذاك الوقت. بيدعسونك بيدعسونك روحي. كل الأبراج بهالفكرة تقريبا، ممرات وشبابيك بهالحجم يعني. نصعد إلى برج المراقبة ذا فوق ضيق ودرج ومرتفع، هم كانوا حيجين. أوه الزحمة. أوه كلهم مرعى. طلاب مدارس. فرحانين مستمتعين. لقيت لي واحدة أعطتني مروحة كذا، الله تحس إنك في مكان بارد، والله حلو. لقيتها صراحة في السوق أكثر من مرة لكن ما توقعت إنها تستاهل، والله إنها تستاهل. برد على عمرك وتستمر رحلتك. ثانك يو. رحلت لهذا كل هلو والله معمل مراوح ذي شكلها. طبعا السور هذا كان في اجزاء منه كثيره مبنيه من الطين بس تبدلها كلها بالطوب. صغيرين كل ما شافوا عشان يصور متحمسين كذا ويجونك. ايس كريم مطعم كافي اللي يشوف ايش عنده، يعني بقاله صغيره جدا لكن تؤدي الغرض، تاخذ معي بساكيت عشان تكمل رحلتك. يعني حاطين هذا المسار اسفل السور، تلاحظون صخور كبيره وهنا طول، للاسف في ناس برضه كاتبين ذكريات يعني كبيره جدا، منظمه تنظيم مقصوصه كانها بس ماكينه.
نصيحة في هذه الأماكن: لا تجد عمرك، لا تجري، لا تطلع بسرعة، حاول تطلع على أقل مهلك، تعب تريح عشان العضلات تاخذ وضع التمدد، يعني خاصة اللي ما يمشي كثير وما هو ما عنده لياقة. حاليا الساعة 9 تقريبا أو 9 إلا ربع، ما انتبهت للساعة، لكن الأجواء بدأت تحتر. أنا أستغرب إن يجون الظهر راح ينفجرون هنا، أنا جاي الصباح بدري ومع ذلك في حرارة ورطوبة، أتوقع بالظهر أحر من هذا بكثير، لكن مستمرين ما راح نوقف لنسوي تغطية كاملة لهذا المكان الجميل التاريخي. ما يزال في صعود، لكن اصبر وتحمل، استمر، أنت تستطيع. أصبح الجو ساخنا، طبعا في كاميرات مراقبة، يعني الوضع آمن بعد الله سبحانه. قطعنا شوط كبير، احنا جينا من هناك، شو هذاك التلفريك؟ عفوا هذاك الدودو والبر. ليه يا صاحبي ليه؟ شغل على أقوى شيء وحاشر النمل. طيب برد على حمرك يا ابوي. ولعته والله يا الربع، شوف كيف العرق. موية والله، لدرجة عيني، لأن العرق ملح، عيني وجعتني والله، حرقتني يعني. نريح شوي تحت الظل هذا ونستمر جولتنا إن شاء الله. شو هذا يرش وسنبريش يرش زي مبيدات تقريبا، عشان الدود وعشان الحشرات. أنا أوضح أكثر، أنا كنت هناك ومشيت طلعت نزول والآن طلوع، ولسه ولا قطعت 1 كيلو. كان في عمالة يوظفون أول بأول. قاعد أحفز نفسي، الموضوع متعب، لياقتي كويسة ومتعود على صعود الجبال، لكن هنا الجو صح أني صعدت كثير من القمم حول العالم، لكن كانت الأجواء معقولة، لكن هنا لا، الوضع مختلف، مرة رطوبة صراحة، رطوبة يعني ما تخليك تستمر يعني، لكن إن شاء الله إحنا مستمرين إلى نقطة النزول إن شاء الله. ايوه هنا نورت شوي. يس. شوف الذكريات، حطوا اللوعة عشان تكتب ذكريات. العشب خلوه زي ما هو، بنوا فوق قزاز. مميز ان كل شوي يلقى لك كافي في مطعم. هذا مطعم كافي. يعني تاخذ لك حاجة تبرد على عمرك. مرات درج، مرات ممر، زلق زي كذا وهكذا. تصريف المياه في كل مكان. كثير من الأبراج، يعني ما تأخذ ولا حتى كم متر تلقى برج مراقب. هذا مسار مختلف، مسار مختلف نهائيا له، يعني بالكيلومترات، فمقفلينهم مسوين بس مسار سياحي هنا. لكن هذا أشوف ينزل هناك في قرية يروح معه في الجبال دي كلها. تصدقون على طول هذا السور وكبره ومساحته والجهد اللي فيه، ما قدروا يحموا انفسهم من الهجوم، سواء من البرابره او المغول. طبعا في اماكن كثيره يطلعون منها، يعني نتكلم مساحات كبيره، ومع ذلك يجدون يعني ثغرات يقدروا يوصلون للصين. يعني كل معسكر جاي من فوق، في تدريب عسكري تقريبا. اعتبر هذه اصعب محطه طلوع. نيهاو. ويلكم. اوكي يلا. قال ابغى اتصور معك. مرحبا بكم هنا في سور الصين العظيم مع تشاينا. تشاينا جود. نحن نستطيع على وشك الوصول. يا الله الخراج. نيهاو. كله نيهاو نيهاو. طبعا هم مستغربين من شكلي، يعني شكلي يعتبر مختلف عنهم، ماني بحلو ولا شخصية، لكن لون بشرتي مختلف عنهم، فبعضهم ما قد شاف عربي أو الوجه هذا بشكل عام، فيحسون شيء غريب وتصورونه. فالكثير من الصور أخذت مع أني عرقان وتعبان، ولكن مع ذلك نبتسم ونصور عشان ننقل صورة جميلة عنا كعرب مسلمين. ياو تشاينا. Very good. Very good. China, bye bye. نستريح قليلا، الأجواء حارة ورطبة. جنينة عرقت، صارت أثقل من أول ثلاث أضعاف وزن. الشمس أصبحت حارقة. كل هالمسافة قطعناها ولله الحمد، إنجاز عظيم، ولازلنا مستمرين إن شاء الله إلى أن نصل ونحقق أهدافنا بعون الله. وتلاحظون أيضا تصريف المياه مع الدرج، يعني شيء جميل. متعب والله، متعب والله العظيم، متعب
ما هو متعب زي ما قلت لكم الطلوع والنزول، لكن متعب ان الجو حار ورطب بس. يعني يبغى لك ملابس اخف من الخفيفه وجزمه عليها الكلام وكثر مويه صاحبي ودوس. موضوع كذا تروح يعني على الاجواء صعب. واو هانت نيهاو. طبعا سور الصين العظيم موجود في بكين، يبعد عنها تقريبا ساعتين بالباص، ما في مترو للاسف، تستخدم الباص وتقدر تدفع كاش او من خلال بطاقه باصات ومترو بكين. بدا الجو يتغير، يعني في شويه ضباب هناك، ممكن ينزل مطر. يعني انت تستطيع يا ابو خليل. نعم تستطيع، استمر ولا توقف. هذا اللي صورني، الله يعطيك العافيه. شكرا شكرا، ثانك يو ثانك يو. نبرو نبرو يبغى يصورني مره ثانيه. بعد ما بدوا الصين في بنايه هذا السور، انتهوا منه كاول مره، انتهوا منه عام 204 ما قبل الميلاد، وشارك فيه اكثر من 300,000 شخص. طبعا بنوا جزء بسيط منه، وكل ما جاء حاكم بنى زياده او رمم او طور هذا السور، وبدا يمد في المسافات. يعني هو مسافته 21,000 كيلو، لكن ما جاء في يوم وليله، جاء خلال 2000 عام. فكل ما جاء حاكم خلال مسيرته في الحكم يبني جزء معين ويطور الجزء السابق، وهكذا الى ان وصل 21,000 كيلو. شوف هناك انا كنت شد المسار كله. لو تلاحظون المسافة قصيرة جدا، يعني حك راسك. انهم كانوا صغار. هذا اللي نشوفه الأفلام اللي شفناه على الطبيعة، نادرا ما تلقى واحد منهم طويل. يعني نصيحة، إذا بتجي المكان وبتطول فيه، جيب شنطة صغيرة حط فيها فواكه، عصيرات، موية، لأنك راح تعرق وراح تحتاج تشرب سوائل كثير. هذا مسار التلفريك الثاني. إذا تبغى تنزل من هنا، ما أدري والله تذكرة تنزلي من هنا، ولازم الكيبل المكشوف، لكن اتوقع ذا الكيبل ينزلني يعني. وهذا اللي يبغى يستمر يعني. احد اطفال وكبار سن، مع ذلك ما شاء الله تبارك الله عندهم القوه، يصعدون وينزلون وهكذا. نحاول ناخذ مسار وبعدين نرجع، يعني ما نحاول نكمل فوق، الموضوع متعب متعب متعب. هذا اصغر برج مراقب، يحطون لوح عشان تكتب وما تضر الجدار يعني. أنا كتبت اسمي زي ما يكتب الأسامي، مرحان إبراهيم جحا. وين تلقونا؟ لما تطلع التلفريك المغلق خش يسار أول برج. الجو كأنه في شوية براد الآن، يعني يا الله ترزقنا. لو جات مطرة خفيفة كذا أنت هنا في غاية الساعات تقدر تكمل السور ذا كله، بس والمشكلة في الجو بس. أنا جيت بدري تقريبا يمكن 7:30 وصلت أو 8 ماني متذكر، وما كان الموضوع في زحمة صراحة، كنت أصور براحتي. الآن صراحة بالآلاف بالآلاف، الآن تقريبا الساعة 11، يعني في خلال 3 ساعات أو 4 ساعات المكان صار مليء بالبشر. يعني كصانع محتوى الموضوع مزعج يعني. هذا أعلى برج مراقبة اللي وصلت الآن. والتو على اللي زرت هذا كله كامل مشيته. طبعا هذا التلفريك الثاني. المعلومية، السور متشابه سواء كنت في بدايته وفي نهايته. إلى الآن يمكن مشيت 2 كيلو أو أكثر، ما حسيت يعني فرق كبير من بدايته إلى نهايته. اللهم أبراج المراقبة تختلف، يعني في برج صغير وبرج كبير، وبرج تقدر تطلع فوق وبرج ما تقدر تطلع فيه. طبعا في أجزاء من السور لم يصلها البشر نهائيا، يعني لأنها مغطاة بالأشجار والغابات، لكن هذا الجزء هو جزء سياحي، في عربات تلفريك وفي مسارات تقدر تمشي فيها وفيها مطاعم وبعض الكافيهات تقدر تشتري. لكن في أماكن يعني عشان تروحها لازم تمشي مسافات كبيرة أو تركب الخيول أو بغال عشان تصلها إذا تبغى تطلعها، وفي الأخير ما هي آمنة، بعضها ساقط، بعضها يعتبر يعني مختفي بالكامل، لكن لا زالت في آثار في بعض مدن الصين، وليس في المكان اللي أنا فيه بكين وما حولها. الشمس كل ما لها تزيد حرارة. يا الله انك تلزقنا من المطر يا رب العالمين. اخذنا راحة تقريبا نص ساعة او اكثر، نشفت بالضبط كنت في المبنى هذا، يعني كان الجو من الشباك بارد جدا يعني. ريحت والحين نكمل جولتنا، يعني الجو مرات يصير شمس مرات فيه سحاب، لكن بشكل عام الوضع لا زال حار. طبعا السور مرات ارض مبسطة، مرات مرتفعة، مرات منخفضة، طبعا هو كله في ميول. ميول بسبب عشان المويه ينزل. الان صعود متعب، يعني الضغط على عضله الساق.
ومرات لا والله نزول الوضع سهل جدا جدا، مشكلتنا بس في الطلوع. هذاك المكان اللي ريحت فيه، جلست فيه وقت لين برت بالكامل. شوف الطبيعة، طبيعة جميلة صح، لكن حر، لكن هنا هواء بارد. هذا الجزء الآخر، هذا أرض نازلة بعدين أرض طالعة بعدين أرض نازلة بعدين طالعة وهكذا. ليش ما بنوا مستقيم ما أدري، حسب تضاريس الأرض تقريبا. لكن الحين شوفوا مدحدح شوي طالع، تروح للبرج بعدين تنزل من البرج وهكذا. البرج مختلف درجة من برا، بعضها درجها من جوا. يعني يوه يا طول، كل ما قلنا أخذنا جزء طلع باقي جزء أكبر وهكذا. صور طويل جدا وأغلبه متشابه، يعني حتى لو صورت من آخر نقطة وأول نقطة نفس التضاريس ونفس الحجر ونفس الطلوع ونفس النزول وأيضا نفس الأبراج هذه، ما في أي اختلاف، بس بعضها الدرج داخلي بعضها الدرج خارجي. وقررنا الرجوع إلى مكان التلفيك أو الكيبل. طبعا لي تقريبا حوالي 5 ساعات يعني متواصلة، بس فيها تريحة نص ساعة، يستاهل العنوة والتعب. للأسف التذكرة اللي معايا ما ترجعني من التلفريك المغلق ذا، لازم أرجع نقطة البداية التلفريك المفتوح. وكيف طريق العودة؟ نزول سهل الحمد لله، ما في أي جهد أو ضغط على العضلات. ذاك مكاني وهذا التلفريك اللي ما خلانا طلع. تعب ذا كله وما نسي، أهم شيء أنك جربت تجربة مختلفة، يمكن الكثير وده يجربها لكن ما يقدر لظروف معينة، فالحمد لله هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. طبعا من النصائح ما أنصح بالأجسام الكبيرة اللي متين لا يجي، العوائل إذا الحرمة بتكون متعبية لا تجي، الموضوع متعب شوية، اللي معاه أطفال، احنا نتكلم عن ربعنا يعني، اللي معاه أطفال لا يجي إلا إذا كان أطفاله رياضيين هو رياضي أوكي، اللي عنده مشاكل في الساق في العضلات في القدم في القلب الأمور هذه لا يجي، اللي تضايق من الحر والشمس والرطوبة لا يجي. يعني في الأخير التجربة ذي متعبة جدا جدا جدا، لا فيها معينة من الناس اللي يحبون يجربون تجارب مختلفة حول العالم، لكن ترى في الأخير تستاهل العناء وتستاهل المبلغ وتستاهل التعب وتستاهل التضحية في كل حاجة. الصغار في السن واجد، لكن هنا الصغار متعودين على المشي ومتعودين على هالتضاريس. طبعا أنا لي في الصين تقريبا 17 أو 18 يوم، بس ما قبلها كنت أغطي تغطية تجارية مع أحد الأصدقاء، عنده بزنس وغطينا أشياء تجارية كثير لكن كلها على السناب، فقط مقاطع بسيطة غطيتها على اليوتيوب اللي هي زي صور الصين العظيم، لكن التغطية التجارية كلها على السناب، وإن شاء الله أني أنزلها لكم أو تابعوني على حسابي في التيك توك موجودة برفعها هناك بإذن الله سبحانه وتعالى. الدولة تستحق صراحة يعني عشان تجرب تجارب كثيرة يبغى لها شهر، صح انه مكلف لكن فيها تجارب يمكن ما تجدها في دول كثيرة من العالم. انا اصبح وقتي ضيق يعني، بحاول اني اروح السعودية، عندي ترتيبات تنظيمات لرحلة اخرى، وعشان كذا بعد 2 أو 3 أيام راح اتجه للسعودية ان شاء الله، ونراكم في رحلات قريبة بعون الله سبحانه وتعالى. قطعنا نصف المسافة، باقي نصف المسافة الله ييسر ان شاء الله. ذاك هو التلفريك اللي جيت معنا. تعبت وشريت لي موية 10 رمبي يعني تقريبا 5 ريال، المكان لو 100 ريال. أهم شيء إنك تبرد فعلا حظ. الناس أول النهار نشيطين، خلاص الآن الطريق العودة الناس كلها يا الله تمشي. والله يا هو كبير الجزء هذا، فقط السياحي كبير. نشوف هذا الجزء، أنا في العودة لسه ما رحت له، هذا باقي فوق يمكن تنزل تحت ما أدري. الزحمة هذه على الزحليق، هذه زحمة ربع، توهم واصلين الكيبل اللي جيت معه والتلفريك المكشوف. خيرا أنجزنا المهمة بخير وسلامة. الجوع ألف. الزحليقة أنا بدي أتكلم عنها، كلهم نازلين معها، لو دريت نزلت معها سريع. نبرد قليلا، الجو حار. طبعا أنا جربت الكثير من القمم، طلعتها صراحة في دول كثيرة يعني، هذه متعبة والله العظيم متعبة، حسيت ان الجهد دبل يعني عكس القمم اللي طلعتها بسبب الاجواء، ترى ما هي يعني صعبه لكن الجو كان سيء بالنسبه لي. اتوقع لو تجي في الشتاء تكون الطلوع والنزول اسهل بكثير وتستمتع اكثر واكثر. والزحليقه كيف زحمه. وانتهت تجربه صعود صور الصين العظيم، وكانت من التجارب الجميله في حياتي واستمتعت فيها، ان شاء الله انكم استمتعتوا بهذه التغطية الجميلة البسيطة، مع أنها متعبة لكن تستاهلون التعب والعناء عشان نقول لكم الصورة كاملة. استمتع يا صاحبي، أنت هنا في الصين.